إلى ملفنا الثاني. بعد 141 يوما أعلن الأسير هشام أبو هواش وقف إضرابه المفتوح عن الطعام إثر توصله لاتفاق بالإفراج عنه في 26 من شهر فبراير المقبل، مؤكدا انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية. شهدت مناطق مختلفة في الضفة الغربية احتفالات بعد إعلان أبو هواش وقف إضرابه عن الطعام. وأمام منزل عائلته في بلدة دورة بمدينة الخليل المحتلة احتشد مئات المهنئين احتفالا بانتصار الأسير أبو هواش على الاحتلال الإسرائيلي، حيث وانتزاع حريته بعد اعتقاله إداريا لأكثر من عام، حيث أطلقوا الألعاب النارية في الهواء احتفاء بهذا الانتصار. وكانت منظمات حقوقية حذرت خلال الأيام القليلة الماضية من الحالة الصحية للأسير أبو هواش، وأكدت أنه يقترب من حالة الموت السريري، ودعت إلى تدخل عاجل لإنقاذ حياته. وكانت حركتي الجهاد الإسلامي وحماس وفصائل فلسطينية أخرى حذرت السلطات الإسرائيلية من التهاون في قضية الأسير أبو هواش، وهددت بقصف تل أبيب. وأرحب بضيفي عبر الهاتف السيد إسلام عبدو مدير الإعلام في وزارة الأسرى، ينضم إلي من قطاع غزة. أهلا بك معنا سيد إسلام. حياكم الله. تحياتكم. نعم، ما هي بنود الاتفاق بين أبو هواش وتل أبيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الانتصار الذي حققه هو الأسير أولا هشام أبو هواش، وجاء بعد صمود والصبر الأسير وهو صاحب الإنجاز، وهذا الانتصار الذي يعني واجه سياسة الاحتلال التي أرادت كسر إضرابه وحاولت الالتفاف أكثر من مرة على مطالب الأسير الحقيقية وهو المتمثل في إنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحقه. ما جرى بحق الأسير أبو هواش هو جريمة كانت إدارة الاحتلال وحكومة الاحتلال تريد من خلال هذا التعنت والرفض لمطالب الأسير بإنهاء الاعتقال الإداري هو أن تجعل قضية الأسير هشام أبو هواش عبرة لجميع الأسرى الإداريين الذين يفكرون في خط في الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لمواجهة الاعتقال الإداري. الذي هو صاحب الإنجاز هو الأسير هشام أبو هواش. الاتفاق نص على أن يكون هناك الإفراج عن الأسير هشام أبو هواش في 26 من شهر فبراير القادم دون التجديد الاعتقال الإداري له والحصول على قرار جوهري. هذا بالتأكيد يشكل انتصار، واستطاع أن ينتزع هذه الحرية بعد هذه المعركة الطويلة، معركة الإضراب مفتوح عن الطعام التي خاضها في ظروف صحية غاية القسوة. نتحدث عن إضراب مستمر، تعنت احتلالي، إهمال طبي متعمد، ظروف صحية صورته كانت صادمة مفاجئة لنا جميعا بالحالة الصحية التي وصلها الأسير هشام أبو هواش، ولكن في النهاية استطاع أن يحقق انتصار وينتزع هذا الانتصار رغم هذا سؤال هام سيد إسلام. في الحقيقة ما الذي نجح هشام أبو هواش في تحقيقه في هذه المعركة؟ يعني هذه المعركة ليست سهلة بالمطلق، يعني لأول مرة نشهد هذه زخم هذه المعركة وتعنت الاحتلال في هذه المعركة. العشرات من الأسرى الإداريين خاضوا معركة الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لهذه السياسة، هذا الاعتقال التعسفي الذي هو اعتقال دون تهمة ودون محاكمة، و يعرف الأسير سبب وجوده في داخل السجن ولا تهمة ولا أي شيء. هذا الأمر يدفع الأسرى أو عشرات من الأسرى إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام حتى يحقق الإنجاز، ولكن هذه المرة حكومة الاحتلال أرادت أن تكسر هذا السلاح، سلاح الإضراب المفتوح عن الطعام الذي استخدمه العشرات من الأسرى، واستطاعوا أن يحققوا الانتصار وينتزعوا قرارات جوهرية بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. لذلك هذا الأمر وفي هذه الظروف السياسية وحكومة نفتالي بنت أرادت أن تكسر هذا السلاح، سلاح الإضراب المفتوح عن الطعام، ولكن إصرار الأسير وصموده وثباته ورغم قسوة المعركة ورغم الحالة الصحية التي وصل إليها إلا أنه يعني في النهاية أجبر الاحتلال على أن يرضخ إلى مطالب الأسير، طبعا بضغوطات من المقاومة الفلسطينية وبضغوط من الوسيط المصري، وهو الذي أجبر على الاحتلال على أن يصدر قرار جوهري بالإفراج عن الأسير في 26 فبراير القادم. لذلك هذه المعركة كانت معركة صعبة للغاية، كان الانتصار لصاحب النفس الطويل والإرادة الأقوى وهو الأسير هشام أبو هواش. برأيك إسلام ما هي
أبرز أسباب قبول إسرائيل بالتوصل لاتفاق كهذا وإنهاء إضراب الأسير هشام أبو هواش؟ يعني حالة التعاطف والتضامن الواسع التي شكلها الأسير هشام أبو هواش في إضرابه، والتي يعني امتدت إلى خارج فلسطين، وبدأ اسم هشام أبو هواش يتداول على منصات التواصل الاجتماعي سواء في الدول العربية أو دول أوروبية. هذا أصبح يؤرق الاحتلال، وأصبحت صورة الاحتلال محسوبة أنه رجل يحارب بأمعائه الخاوية. هذا أيضا رسائل المقاومة الفلسطينية في غزة وتهديدات حركة الجهاد الإسلامي المتكررة هي التي دفعت إسرائيل، وتدخل المصري هي التي دفعت إسرائيل إلى يعني الاستجابة لمطالب الأسير والخروج بهذا المظهر الذي يعني ينهي بإضرابه المصنع على الطعام في الشهر القادم. لذلك هذا الأمر هو الذي دفع إسرائيل الاستجابة لمطالب الأسير والرضوخ عن ينتزل عن الشجرة والرضوخ إلى مطالب الأسير، خاصة أنها يعني هذه معركة كانت قاسية. وحالة التعاطف والتضامن والإسناد الشعبي والحراك في الضفة الغربية، ورأينا مؤخرا المظاهرات التي يعني كانت تنظم حتى على باب المستشفى الصهيوني الذي يتواجد فيه الأسير، خرجت مظاهرات تضامن مع الأسير، حالة من التضامن الواسعة في الضفة الغربية، الخشية أن تتفجر الأوضاع في الضفة الغربية وفي غزة مع بسبب يعني تدهور وضع الصحي للأسير أبو هواش، أو لا سمح الله قد يعني يستشهد داخل المستشفى. هذا الأمر سارع في إنجاز وإتمام هذا الاتفاق بالحصول الأسير على قرار جوهري ينهي الاعتقال الإداري بحقه كما نص الاتفاق. طيب، ما هو أثر هذه المعركة على قضية الاعتقال الإداري من وجهة نظرك؟ معركة الاعتقال الإداري هي معركة طويلة وممتدة، وهي ليست معركة سهلة بالتأكيد، خاصة أن الاحتلال يعني يستخدم الاعتقال الإداري على نطاق واسع بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، ويعتقل القيادات والكوادر والأكاديميين والصحفيين والعمال وحتى الأسيرات، يتم يعني اعتقالهم تحت هذا البند الاعتقالي دون تهمة ومحاكمة. ملف الاعتقال الإداري هو أسوأ ملفات الاعتقال داخل سجن الاحتلال، خاصة أن الأسير يعرف متى يدخل السجن ولكن لا يعرف متى يخرج من السجن بسبب دوامة الاعتقال الإداري وتجديد الاعتقال الإداري مرات والأخرى، وهكذا يمضي الأسير سنوات عمره داخل الاعتقال الإداري. المعركة الاعتقال الإداري بحاجة إلى نفس طويل، بحاجة إلى جهود قانونية وسياسية. الأسرى أعلنوا منذ 6 أيام الإعلان عن مقاطعة المحاكم الصهيونية وعدم منحها الشرعية في محاكمة الأسرى، وهي خطوة مهمة، خطوة أن هذه المحاكم هي محاكم سورية وليست محاكم يعني نظامية عادلة، فقط هي محاكم سورية دون تهمة، دون محاكمة، دون محامي، دون معرفة الأسير سبب أو لائحة الاتهام التي يعتقل من أجلها. لذلك مقاطعة المحاكم مهمة، بالإضافة إلى الجهود القانونية والسياسية. بالتأكيد الاعتقال الإداري لم يتم إيقافه من قبل حكومة الاحتلال، ولكن على الأقل أن نفضح هذا الكيان وأن نحد من سياسة الاعتقال الإداري. اليوم أكثر من 500 أسير يقمع داخل سجون الاحتلال تحت بند الاعتقال الإداري، يعني معظمهم من طلبة الجامعة والأكاديميين ونواب المجلس التشريعي والصحفيين غير من القيادات الفاعلة في شعبنا الفلسطيني. هذا الاعتقال هو اعتقال ظالم تعسفي، لابد أن نصل إلى حل صيغة ننهي هذا الاعتقال الإداري، أو على الأقل يعني نحد من سياسة الاعتقال الإداري التي تمارس على نطاق واسع بحق أهلنا في الضفة الغربية والقدس. شكرا جزيلا لك من قطاع غزة، إسلام عبدو، مدير الإعلام في وزارة الأسرى، كنت ضيفي عبر الهاتف.